وإني محدثكم عن شخص دعاني لأعقد النكاح لابنته، فلما انتهت الخطبة وهي أن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، قلت لولي المرأة زوجي، فقال زوجتك بنتي فلانة على مهر قدره ريال. سمعت الكلام ولا لا؟ سمعت قدره ريال. فقلت له هذا غلط، المهر ليس ريال اللي بيدك الآن، المهر ما أرسلت إليه من الذهب وغير ذلك، فأقسم لي أنه لم يأخذ إلا هذا الريال، وقال أنا لم أزوج بنتي الدراهم وإنما زوجتها الرجل، ولولا أن هبتها لهذا محرمة لوهبتها بدون شيء. مثل هذا الرجل يشجع، ولا أظن أننا نعدم مثله. نعم.